بسم الله الرحمن الرحيم، أشرح لكم طريقة عمل مونتاج وزيادة الصوت وإزالة الضجيج من الفيديو. أول حاجة نضغطو على البرنامج ديالنا باش نعملو واحد المقطع اللي غادي نشرحو به طريقة التسجيل. كاملين كتعرفوها، كنضغطو على الزر الأحمر، غناخدو واحد 20 ثانية باش غادي نطبقو عليها الشرح ديالنا. اللي كيهم هو انكم تبقاو عاقلين على الثانية والدقيقة اللي غلطتوا فيها. يعني مثلا غلطتي في دقيقة 21 ثانية، بقى عاقل على دقيقة 20 ثانية. مثلا 25 ثانية كافية باش نعمل بها الشرح ديالنا. هذا هو الفيديو ديالنا، يمكننا نضغطو على بلاي باش نشوفه، ومن بعد كنضغطو على ايديت. هذه ايديت هي اللي كتعطينا الامكانيات ديال المونتاج وزيادة الصوت وإزالة الضجيج. كنضغطو عليها، كيجي الفيديو ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي، بهذا الشكل هذا. الثانية والدقيقة، يعني هذا هو الفيديو ديالنا. كنفترضوا بان احنا عندنا مشكل من الثانية 10 الثانية 14، كنضغطو هنا قبل الثانية 10 وكنسحبو، كنسيليكسيونيو حتى 14. صافي، هاد ما كنغلطنا فيه كنضغطو على ديليت باش كيمسح هاد المقطع هذا. كنضغطو على ديليت. بهذه الطريقة هذه كنكونوا مسحنا المكان اللي غلطنا فيه. ونفس الطريقة، يعني ولا كان عندك أغلاط أخرى كتحيدو بنفس الطريقة. كيبقى لنا مثلا عندنا الصوت ناقص في الفيديو، طريقة سهلة، كنضغطو على هاد adjust volume، هاد الرمز هذا، وهنا كنمرو هاد النسبة المئوية صح، كنجبرو الصوت اللي غيناسبنا. كنبقاو في كل مرة نضغطو على بلاي باش نسمعو واش زاد الصوت ولا باقي، والعكس عاود الا كان عندك الصوت طالع بزاف كيمكن لك تنقص منه من هنايا. وصافي، هذه الطريقة اللي كنزيدو بها الصوت. ملي كتسالي كتضغط على اوكي، كيبقى نويس ريموف نويس، يعني كيفاش تحيد الصداع الضجيج اللي كاين في الفيديو. كتجي وكتسيليكسيوني واحد المنطقة ما تكلمتيش فيها، فحال دابا هادي، هاد المساحة هادي، هنا ما كاينش الهضرة، يعني هاد المؤشر الأزرق هو اللي كيبين واش كانت كاينة الهضرة ولا لا، يعني ما كاينش. كنضغطو دابا على ريموف نويس، من بعد كنضغط على ريموف نويس مرة أخرى باش كيحيد لك الصداع من الفيديو كامل. بهاد الطريقة كيكون حيد لك الصداع من الفيديو. ملي كننتهي من كل شيء كنضغطو على صاف اند كلوز. صافي، وهنا كنكون انتهينا. ومن بعد كنقومو بتحويل المشروع ديالنا الى فيديو. هذه عملية كتعرفوها، صاف از فيديو، كتعطيه عنوان مناسب، كنعمل انغيستري. وكنتمنى تكون الطريقة فادتكم، تكون واضحة. والسلام عليكم.